قناة مصر التنس التعليمي التنس الارضي نحييكم. هنبدا برضو نعمل رالي للباك هاند وهنشوف الكرة بتمشي اطول وقت ممكن مع اللعيب داخل الملعب. ابدا يا كوتش يا سماع. يلا ابدا امشي الكرة. اللعيب بيمشي تو هاند يهدي الكرة شوية. اهو برافو برافو يحاول اللعيب يكمل. برافو اكمل يا كابتن احمد. بص الكابتن احمد ماشي يركبه. برافو بيحاول وبياخد الكرة بتاعته من تحت لفوق ويمشي في التو هاند. طبعا الباك هاند زي ما احنا متفقين بيتلعب بالتو هاند. ده النظام الامريكي والنظام المتبع في مصر. بيحاول اللعيب بيمشي كورته وبيرجع مع الكوره. بيحاول برافو. في المربع ده يا كابتن لو سمحت. برافو بيحاول تاني. برافو دي طالعه بينجو رينج بيحاول ينزل بركبته. اللعيب برضه بيحاول ينزل بركبته من تحت لفوق ويروح للكوره بيحاول يشيل كورته. برافو بينزل الكوره من الممكن تقعد 10 دقائق ربع ساعه ما دام رالي. الكوره سهله وماشي ويوصل المضرب لحد كتفه. برافو لعيب ينزل اهو واحده واحده اهو بيحاول يديله كورته. برافو وبيتحكم في الكوره كانها بالنسبه له سهله جدا. الرالي بيعتمد على ان اللعيب متمارس ولعيب واخد على اللعب في الملعب بيحاول يمشي كورته واحده واحده. برافو يروح للكوره تاني. برافو باك هاند على طول. برافو بيحاول اهو يفرش كورته وبيفرش ايده كله على الباب. برافو برافو تاني. برافو انزل بركبته. برافو يا كوتش. برافو كابتن احمد بيحاول ان هو بيجيب الكوره حتى الكوره الصعبه لعيب بيحاول يروح معاها لان ما دام متمارس في الرالي ان هو يقدر يمشي مع الكوره بيحاول يروح مره واثنين وثلاثه وبينزل بركبته بيحاول ينزل تاني وبيحاول. برافو برافو تاني. الكرة ماشية تاني. ماشي كورتك تاني يا كوتش. برافو يلا انا عايز الكرة تمشي أطول وقت ممكن في الملعب. برافو تاني. برافو أجين أنزل بركبتي بينج ورنيز. برافو واحدة واحدة. برافو أنا عايز الكرة تحتفظ بيها أقدر أمشي أطول وقت ممكن بيها. برافو برافو أروح للكورة. برافو تاني أهو بينزل بركبتي حتى الكرة القصيرة يحاول اللعيب يخش عليها. الكوره اللي فيها باور بيرجع بظهره اكتر. الكوره لما يكون فيها باور بيحاول اللعيب يرجع بكورته مره واثنين وثلاثه. برضه تاني اخر كوره اهي بنحاول نشوفها مع بعض واحنا بنمشيها رالي باك هاند. جاي الكوره طبعا زي ما احنا اتفقنا ان الباك هاند بالتو هاند. جاي الاثنين طالعين اهو. برافو بيحاول يوصل المضرب لحد كتفه بيحاول يرجع مع الكوره. قلت زي ما قلت الكوره اللي فيها باور بحاول ان انا ارجع معاها. الكوره اللي هي بتبقى فيها دروب شوت او شوت او سياره بحاول ان انا اطلع على قدام على الشبكه وبشيل من تحت لفوق مره واثنين وثلاثه. اللعيب بيحاول اهو احنا بنحاول ندوس على الباك هاند يا كوتش بعد اذنك. برافو تاني. برافو اهو الباك اهو بينزل من تحت لفوق كل اثنين بيسجل كل اثنين تاني. برافو من تحت لفوق. برافو واللعيب طبعا بينزل بركبته سنه صغيره اهوت. برافو شكرا يا كابتن. ثانك يو اند شكرا.